من الجزائر لكل الحاضرين في هذا المنتدى العالمي المعني بالعدالة مع الأطفال. أولت بلاد الجزائر أهمية كبيرة للطفولة، فكانت السباقة إلى المسابقة على كل الاتفاقيات ذات صلة، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وفي تشريعاتها الوطنية كرست حماية واسعة للطفل، وتعززت إطر التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 بدستورة المصلحة العليا للطفل، فضلاً على أنها قد تمنت مجهوداتها بتعديل قانون العقوبات بتجريم وتجديد العقاب على كل أعمال العنف المرتكبة ضد الأطفال. وكانت سنة 2015 سنة الطفل بامتياز بصدور قانون خاص بحماية الطفل، أقر حماية اجتماعية وقضائية للطفل في خطر وإجراءات خاصة لجنوح الأطفال، واستحدثت من خلاله هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة تسهر على تنسيق كل الجهود في مجال الطفولة على المستوى الوطني والدولي، كما أنها تضمن التدخل السريع والآني حين المساس بحقوقه أينما كان. ومن أجل ذلك تم تنصيب خلية لتلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل عبر كل وسائل الاتصال المتاحة، لا سيما إطلاق رقم أخضر مجاني الذي استقطب اهتمام المواطنين، وهو نتاج عملنا المتواصل لتجنيد كل المجتمع لخدمة الطفولة، إيمانا منا أن حماية الطفولة مسؤولية الجميع، وأن المستقبل مرهون بما نقدمه اليوم لأطفالنا.